أما بالنسبة للنظام بشار الأسد، الله واحد والوطن واحد والراية واحدة والدين الإسلام واحد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد. إلا نظام بشار الأسد لن ينهار، لن ينهار، والنظام اليمني لن ينهار، والشعب السوري أتمنى لن ينهار. سوف تكون في حرب أهلية ويكون في تدخل أجنبي، ويندمون اليوم الذي ولدوا فيه. أتمنى إن شاء الله التوحيد، وأتمنى من بشار الأسد يكفي وئام مدني ومصالحة وطنية وتعدد الأحزاب. وسوف هذه الأيام تداولها بينكم يا أخي محمد. إلا حزب بشار الأسد لم ينهار، أنا من مؤيديه، لكن أطلب من العلماء في سوريا، لماذا أقول له على الأقل حكم يكون هو ديكتاتوري، لكن يدعون له بالهداية، ولن تكون فوضى هناك. سوف تكون قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزافيات الطاهرات والبنود الخافقات اللامعات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وأقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر. نعطيك نظرة عن سيكولوجية الإنسان الجزائري. الإنسان الجزائري طيب إلى أقصى درجات الطيبة، لكن عندما تريد أن تدوس على كرامته يفجر اليابس والأخضر. فرنسا خلال 130 سنة حاولت أن تطحن كرامة الإنسان الجزائري ما استطاعت. في بداية احتلال فرنسا للجزائر قدمنا 4 ملايين شهيد، 7 سنوات 54-62 قدمنا 1.5 مليون شهيد. والذي يدوس على كرامة الجزائريين أيضا مستعدون أن ندخل معه في صراع إلى يوم. كرامة الجزائريين من كرامة الجزائر، وأي تطاول على كرامة الجزائر ندكدك خيشوم الذي يتطاول على كرامة الجزائر، ولعن الله كل رجل يتطاول على كرامة الجزائر، ومن يهن الجزائر يهن. الحكومة الجزائرية رفضت السماح لطائرات من دون طيار فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية الحكومة الجزائرية رفضت السماح لطائرات من دون طيار فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية. هناك حديث عن أن الجزائر تدعم المعارضة الليبية، هناك يعني في الصفحات الأولى للجرائد العالمية وكذلك في الفضائيات الإعلامية. ما هو موقف حزب جبهة التحرير الوطني؟ مع احترامي لتدينهم، لكن لازم يتوضأوا قبل ما يذكروا اسم الجزائر. على المجلس الوطني الانتقالي وعلى الثوار في ليبيا التواضع، أتمنى أن يتواضعوا مع الجيران، يتواضعوا مع من أبنائهم، يتواضعوا مع الجزائر. يعني لجوء أفراد من أسرة القذافي غير مطلوبين دوليا، اعتبروا يعني إجارة مستغيث اعتبروها عدوان، موقف عدواني من الجزائر. يا أخي خطأ، الجزائر دولة عظمى، دولة إفريقية مهمة، يجب كسب ودها وعدم تصعيد العداء معها. أنتم على قدرة فائقة وحكمة عالية وإرادة صلبة بأن تحلوا هذا المشكل الذي بينكم، وترفضوا كل أجنبي مهما كانت لباؤه ومهما كان صفته بأن يتدخل في شأنكم الداخلي. نحن قلنا منذ البداية واستعجبنا واستغربنا، ما كنا يوم نتوقع أن أبناء الشعب الليبي البطل الكريم الشجاع العربي أن يصل يوم أبناءه يتقاتلون مع بعضهم البعض. ونطرح السؤال لصالح من ذلك؟ هل لصالح فرنسا الاستعمارية، أم لصالح الصهيونية، أم لصالح بريطانيا، أم أمريكا، أم إيطاليا، أم إسبانيا؟ عجبا عجبا. ولا أعتقد كما يعتقد الكثيرون هذه ليست قضية ديمقراطية، وليست قضية حقوق الإنسان، وليست قضية الحريات، وليست قضية الرأي والرأي الآخر.